بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لكم مناسبة شهر رمضان. سؤال رمضاني، راح ننزل كل فترة سؤال رمضاني بنهاية شهر رمضان إن شاء الله. راح نشوف الفائزين بهذه الأسئلة وتجيهم هدية من قبل ورشتنا، ورشة خارج المعموري. الهدية راح تكون مفاجأة بصراحة. الأسئلة هي أكثر ما على الهدية، يعني مو أريد نحفزكم على هدية، لا أريد نحفز المشاكل اللي تصير أثناء العمل وشين المعوقات اللي تصير عندنا. أسئلة وأجوبة، راح ناخذ من عندكم أجوبة، لأن إحنا هاي المشكلة صارت عندنا ونريد نطرحها للباقين حتى نشوف هاي المشكلة صارت عندهم، عندهم معلومات عنها لو لا، وإن شاء الله راح تنزل فيها أجوبة كذلك. السؤال يقول: إذا تم إخراج طرفي من جهة واحدة من ملفات البدء بالخطأ، هل سيعمل الماطور أم لا؟ يعني الحالة هنا عندنا هاي ملفات الرننج وهاي الستارت، العفو الرننج منا ومنا، راح نجي نقاطعهن ونطلع طرفين، طرف للمشترك من الستارت والطرف الآخر يروح للمكثف. بالخطأ ما قاطعنا ملفات البدء الستارت، قاطعنا مجموعة وحدها بيناتها، توقعنا بأنه طرف منا وطرف منا، وجهة واحدة من الستارت دخلت مشترك ويا الكونديسر ويا الملفات الرنين، هل الماطور بهاي الحالة راح يعمل لو لا؟ يعني جهة ستار باعتبار ماكو، فقدت، الماطور راح يعمل أو لا؟ شنو العلامات الدالة على هذا الشيء؟ شو راح تستدل عندك مشكلة بهاي الشغلة؟ الأمبير مالته شد راح يصير؟ العلامات المميزة للاستدلال، يعني هاي الحالة بيها علامة مميزة راح تصير عندك من الشغل الماطور، تعرف هاي الحالة موجودة لو لا. هاي الشغلة جربناها على ماطور، ماطور نص حصان، صارت عندنا هاي الحالة، طلع عندنا أمبير، وبعدين من لقينا الخطأ صار الأمبير غير شكل. فأريد أجوبتكم، تحياتنا لكم وشكرا لكم.